ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو متذكرين من فترة ما هي يعني بعيدة قريبة جدا حوالي من 3 شهور مثلا، كنت اتكلمت معاكم في فرصة انك تيجي في كأس العالم للأندية ان شاء الله مع النادي الأهلي في 2025، وقلت لكم ان هو هيكون في امريكا، وغالبا ما حدش صدق الكلام غالبا، لان من يومين فقط لا غير، من يومين حرفيا كل الوسائل الاعلام العربيه والاجنبيه والعالميه، بص والله العظيم كلهم، انا حتى قعدت اضحك، يعني الواحد لو كان شغال في جريده ولا في التحرير ولا في اي حاجه كان زمانه دلوقتي ايه، واخد كوميشن ولا مليون دولار مثلا. اخبار حصريه بثلاث شهور قدام. فالحمد لله ان الواحد قدرنا يعني وعرفنا بطريقه ما ان احنا نجيب المعلومه دي. وقلت لكم جهزوا نفسكم لان كاس العالم للانديه وكاس العالم عامه هي اهم فرصتين لاي بني ادم حابب ان هو يسافر امريكا ان شاء الله. تقول لي طب ازاي يا جاكسون؟ اقول لك بص يا سيدي، اولا هي مش محتاجه حاجات كتيره، يعني القصه كلها مش محتاجه حاجات كتيره، وبعدين ان هم يخلوا كاس العالم للانديه بتاع 2025 في امريكا ويخلوا كاس العالم في 2026 اللي هو بعده بسنه في امريكا برضو، طبعا مع كندا والمكسيك، ولكن دول 20% بس، 80% بقيه كلها لامريكا. فده حدث تاريخي عمره ما حصل قبل كده وعمره ما يحصل قبل كده، ولا عمره حصل ولا عمره هيحصل بعد كده. اولا كاس العالم للانديه برضو حتى بالنظام الجديد نظام 32 فريق واول مره تحصل لكاس العالم للانديه، وكذلك كاس العالم برضو هيكون بالنظام الجديد، وان شاء الله نبقى اكيد واحد من ضمن الفرق اللي هتخش، لانها بقت سداح مداح، كل اللي عايز يخش كاس العالم بقى بيخشوا بعد التعديلات يعني، والعدد الفرق الجديده اللي دخلت كتيره اللي دخلت يعني. فخليكم فاهمين ان كل حاجه بتتعمل حواليك في العالم ده كله ليها سبب، ليها بيربس معين. البيربس المعين ده انت ممكن ما تعرفوش ولكن هم عارفينه، يعني ما تفتكرش ان في حاجه بتحصل بالحظ، ما تفتكرش. الانفنتينو طلع قال ايه، رئيس الفيفا يعني الحالي، طلع قبل كده قال وشالوها ان واحده من اسباب كاس العالم في امريكا وفي كندا والمكسيك هي الهجره الغير الشرعيه. فطبعا اتسال السؤال يعني مال الكوره ومال الهجره الشرعيه، الموضوع اتقفل والكلام اتمسح من على الموقع، وغالبا حتى الفيديوهات مش لاقيها. ولكن ده كان كلامه حرفيا على لسانه، واعتقد الوحيد اللي شاف الموضوع ده، ممكن اجيبها لكم يعني، الوحيد اللي شاف الموضوع ده كان مين يا ربي؟ كان ميدو. كان ميدو، بص يا جماعه، في خناقه مقاليد لما بتشوفها يعني، خناقه اتنين موقفين عربيه، واحد بعربيه والتاني ماشي وراه يعني لازقين في بعض، فوقف بالعربيه والاسود ده وقف بالعربيه ونزلوا الاتنين يتخانقوا مع العربيه البيضاء اللي ورا. هيجوا دلوقتي هتشوفوه. بس ضحك يعني، حاجه ما بتشوفهاش كتير خالص. المهم نرجع لموضوعنا، ومعلش دخلت في موضوع تاني غصب عني، لكن موضوع غريب يعني. ان شاء الله هي اول عربيه هتعدي سودا كبيره، واول عربيه هتعدي وراها بيضة يعني. المهم اللهم صل على النبي، نرجع تاني. فكاس العالم يا جماعه مفيش حاجه بتحصل فيه بالصدفه، مفيش حاجه بتحصل فيه بالصدفه، كل حاجه معموله لسبب ما. فخليك فاهم ان لو لا قدر الله ربنا قدر لك فان انت تسافر ان شاء الله وتيجي في كاس العالم للانديه او في كاس العالم عامه، تعرف ان انت ليك الامكانيه بانك تعمل كل اللي انت عايزه، ليك الامكانيه انك تعمل كل اللي انت عايزه. تمام، دي العربيه السوداء، العربيه البيضاء خلعت خيط يمين. المهم مش عايز ادوشكم معايا، مش عايز ادوشكم معايا، معلش استحملني، معلش استحملني، وانا بنسى بسرعه برضه. فالمهم عشان ما نعيش على الموضوع يعني، كاس العالم يا جماعه وكاس العالم للانديه ان شاء الله. كاس العالم انا قلت لكم في الفيديو اللي قبل ده تعمل ايه علشان ان شاء الله تقدر ان انت تحصل على تيكت باذن الله للسفر يعني. كل اللي انت محتاجه حاجات بسيطه جدا يعني، فان اي دي وتيكت المباراه، و يعني تكون معاك اي نوع من انواع البنك ان انت تصرف يعني وكده، وده بيطلع ودنيا سهله ودنيا جميله وكل حاجه زي الفل. فخليك فاهم ومتاكد ان ان شاء الله كاس العالم للانديه وكاس العالم هيدخل امريكا تلات ارباع العالم، ولو انت مش واحد منهم تبقى انت غلطان،
قلت لكم في الفيديو اللي قبل ده تقريبا تعملوا ايه بالظبط، حتى لو انت مرتاح ماديا تعمل ايه عشان تضمن مستقبل ابنك. وقلت لكم في الفيديو برضو بتاع كاس العالم الاخير، اخر واحد اتكلمت على كاس العالم يعني اللي هو كان من حوالي 4 فيديوهات فاتوا، اتكلمت فيه تعمل ايه بالظبط وتخش على لينك ايه بالظبط عشان تحجز مكانك ويبقى ليك الاولويه في ان انت تاخد التيكت. كاس العالم الانديه بقى ان شاء الله لسه ما فيش اي حاجه هتفتحت له، لسه الموضوع ده يا جماعه جديد نو في بالنسبه لهم. انا قلت لكم الكلام ده من 3 شهور، ولكن ان لسه من الفيفا من قايله الكلام ده على لسانها النهارده تقريبا، او لا في الفيديو اللي انا بسجله ده فاللي هو النهارده اللي هو هينزل كمان 3 ايام، فغالبا من 3 ايام يعني. فلازم تبقى انت عارف ان اول ما يفتح ان شاء الله كده هقول لك، واول ما يبقى في حاجه محتاج انك تعملها هقول لك برده. ولكن لو ما تعرفش تعمل الفان اي دي ممكن تعمله عن طريق تذكرتي لو انت في مصر يعني، هيعمله لك قشطه الدنيا لذيذه. وهتحتاج شويه حاجات، ولكن يعني سيب كل حاجه دلوقتي، اول ما الموضوع يتفتح ان شاء الله ويبتدي تعمل توكل على الله، والحمد لله ان النادي الاهلي فيه. ولو انت مش اهلاوي غير الفان اي دي بتاعك وخليك اهلاوي، اسمع مني الاهلي فيها هيكون سبب السعاده يعني الابديه لاي حد. تخيل كان نادي ليك هو بنى لك المستقبل من غير ما ياخد باله. فتوكلوا على الله يا جماعه وان شاء الله خير باذن الله، ما تقلقوش. ولو في اي حاجه جديده ما تقلقش هتلاقيني بقول لك على طول. وبس الحمد لله مرحه، ما اعرفش المفروض الناس كانت تفرح من اول ما قلت لكم المعلومه دي زمان، ولكن الناس عملت الهوجه دلوقتي، فمعلش بقى نعمل لوجو. انا ممكن احط لكم بوست، ده البوست اللي انا كنت عامله من 3 شهور، وممكن تخش تشوف، احط لكم اللينك بتاعه على الفيسبوك يعني ممكن تخش تشوفه، ممكن تعمل عليه لايك او شير يعني، خلي الناس تفهم احنا بنقول ايه، بنسبق بايه كمان عشان ما حدش قال المعلومه دي خالص نهائيا. وبس يا سيدي، وكان في فيديو برضه على الموضوع ده ممكن لو لقيته اطلع لكم مقطع منه، وما لقيتوش مش هطلع حاجه، ده هيبقى في اخر الفيديو يعني. يعني بعد ما اقول لكم السلام عليكم. فبس يا سيدي، لو عندك اي سؤال اساله تحت ان شاء الله في الكومنتس، وخليك عارف ان انا هكون معاك اول باول ان شاء الله. وقول لصاحبك ابعت له الفيديو ده، قول له خد بالك انك 1 2 3 واعمل ده واعمل ده واعمل ده عشان يعرف اكتر ان شاء الله. وطبعا لو شاف اي فيديوهات من الفيديوهات اللي قبل دي هيعرف هو لما يجي هيعمل ايه بالظبط يعني. والفيديو الاخير بتاع المحامين في امريكا، يا رب تكون فهمت الفيديو صح، يا رب تكون فهمت الفيديو صح. عشان الكومنتات غريبه جدا، محدش فاهم حاجه، معرفش كانهم ما بيتفرجوش على حاجه خالص. فتوكلوا على الله، اشوفكم على خير ان شاء الله. ولو انت على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك عشان يمكن اليوتيوب يطلعه لحد تاني، واعمل شير لو انت في اي حته تانيه، ممكن الانستجرام الفيسبوك ما بنزلش عليه حاجه ولا اي حاجه، التيك توك بنزل عليه برضو، فممكن يعني ما تقفش المعلومه عندك يا ابني. صباح الفل، السلام عليكم.